بالمناسبه بيتسو موسيماني بعد مباراه امبارح كان ليه مجموعه من التصريحات قال من خلالها ان الاهلي بيقدم مستوى متميز جدا، وقال كمان ان الجهاز الفني بيعمل بشكل مستمر على تطوير اداء كل اللاعبين على كافه الاصعده، وقال انه من المهم جدا ان احنا نحقق الفوز في بطوله الدوري قبل السفر الى المغرب طبعا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا، وهو الهدف اللي بنسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغايه ان يظهر اللاعبين بهذه الصوره وان نحقق الفوز بهذه النتيجه. ده جانب من كلام بيتسو موسيماني بعد مباراه الامس. خليني اضيف لكلامك كمان، موسيماني اتكلم عن اداء اللاعبين امبارح وقال مستوى تحديدا محمد شريف بيعكس الجديه بيعكس الاصرار، وهناك كمان تطور مستمر في طريقته بعد ما اصبح بيسجل الاهداف بالراس في الفتره الاخيره زي ما شفنا تحديدا بالامس، وقال كمان ان الفريق بيتدرب على استغلال العرضيات بشكل امثل وبيقوم بضغط تمركز هنا وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر. ده حقيقي، بس انا برضو هاخد من كلام موسيماني وهرجع تاني ان مش بس اداء محمد شريف اللي كان فيه تطوير ملحوظ، انا اعتقد يا كريم ولو تتفق معايا الفريق بالكامل صحيح. اصبح في ادائه يعني تطوير ملحوظ زي ما انت بتتقال كده، انت بتتفرج على لعب في تاكتيك جميل، في نغمه، محمد شريف وقفشه الكيمستري اللي بينهم في الملعب اكتر من رائع، تحس التيم فاهمين بعض جدا، اللعيبه بقت خلاص بالنظر يمكن هي فاهمه هي هتلعب امتى، الباس رائع. امبارح برده اللي لفت نظري في لو احنا بقى هنتكلم عن موسيماني، هو قال كذا تصريح في المؤتمر الصحفي بس لفت انتباهي فكره هنا ان هو قال انا عارف انا بدرب فريق عامل ازاي وعارف هو حجم ما هو حجم الاهلي، وانا عارف ان انا هيقاس التقييم بتاعي مش بالجوال اللي بتيجي او بماتش او بغيره، بعدد البطولات اللي انا بدخلها وعدد البطولات اللي انا بحصل عليها. لو هنتكلم كمان كابتن حسن المستكاي امبارح لفت نظري جدا في البرنامج مع الزميل كان نسيت اسمه معلش مع احد الزملاء، يعني كان بيتكلم كان بيسأل عفوا ابراهيم فايق كان بيساله المتالق طبعا ابراهيم فايق كان بيساله ابراهيم بيقول له يا كابتن حسن انت شايف موسيماني هو مدير فني محظوظ ام محترف؟ قال له موسيماني مدير فني معلم. فهو ده اللي احنا شايفينه جدا. انا انبسطت جدا وبليغ وبيوضح الصورة صح. صحيح. عنده مرونة تكتيكية بنتكلم وحسب المنافس بتاعك، وده البعض كان رآه في البداية خطأ على عكس ما كان مانويل جوزيه بيعمل، كان بينزل يلعب بسيستم معين، انا الاهلي انا لعبي كذا انا ما بغيرش حسب الخصم، ده يمكن مدرسة كان وقتها 11 لعيبة مختلفين، احنا بنتكلم دلوقتي موسيماني بيلعب بمرونة تكتيكية وده اعتقد مهم جدا، واعتقد هو ده اللي كان مطلوب في الفترة اللي فاتت. ف يعني تحية كبيرة جدا لهذا المدرب الفني او المدير الفني الرائع حقيقي. بقدر ما كان فيه في وقت من الاوقات مجموعة من التحفظات لدى بعض الجماهير على موسيماني، بقدر ما الايام اللي فاتت او حتى الشهور كمان اللي فاتت فيه شبه اجماع على التكتيك اللي بيلعب بيه بيتسو موسيماني، على الخطط بتاعته، على عمليات التبديل وحجم الذكاء اللي وراها وحجم الفعالية والاثار الايجابية بتاعتها على اللعيبة، مسألة تعامله النفسي الممتاز مع كل لاعب من اللعيبة، تفصيلة زي صبره على اللعيبة اللي هو عارف كويس قوي إمكانياتهم واللي يمكن في مباراة أو اتنين ما أدوش الأداء اللي كان متوقع منهم، صبر عليهم لغاية ما وصل بيهم للمرحلة اللي هو عارف إن هم يمتلكوا كل أدواتها. فالحقيقة طبعا أكيد بيتسو موسيماني يعني أثار إعجاب كتير جدا من الناس حتى اللي كانوا متحفظين حتى اللي كانوا متشككين.